السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. بصوا، دي جبنة قريش. عملناها ازاي؟ عملناها كريمي خالص اهي. هقول لكم عملتها ازاي، بس قبل ما نبتدي نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. كان عندي جبنة قريش بس ناشفة قوي، هي في الصيف مش بتبقى حلوة قوي. جبتها حطيتها في الكبة وحطيت عليها كوباية لبن. في دقيقتين اتنين هتحولي الجبنة اللي عندك الناشفة اللي مش عارفة تاكليها ولا تعمليها بحاجة لجبنة كريمي طرية وسهلة، وتحطي عليها اي اطعمة. انا مش هقولك يا طعم الجبنة الكريمي، هي طعم الجبنة القريش على اخف وقريبة من اللبن الجميد لو تعرفوه، بس خفيفة تقدري تعمليها باي حاجة. وصلت للقوام اللي انا عايزاه، هحضر بقى علب بغطا او برطمانات بغطا واخزنها فيها في التلاجة. ممكن تحطي كذا برطمان صغير وتحطي في واحد زيتون، واحد فلفل، واحد حبة البركة، زي ما انت بتحبي الجبنة يعني تعمليها بيها، وتشيلي كل طعم في برطمان لوحده وتقفليه وتشيليه في التلاجة. بصوا نازلة عاملة ازاي، دي هحط عليها قرن فلفل حراق عشان ما تبقاش حراقة قوي، عشان اللي مش بيحب الحراق. وعملت معايا برطمان تاني، هي بتدي كمية يعني بتفرد معاكي. بصوا خفيفة ازاي. عملنا علبة وبرطمان كبير برضو، وهي حاجة سهلة موجودة للفطار للعشاء، اي حد جعان ياخد سندوتش جبنة على طول. لو عملتي الطريقة دي قبل كده قوليلي في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. هقطع طماطماية واحط عليها معلقة جبنة. تاكليها بقى بعيش مقمر، تاكليها بفينو، تاكليها بقرص، سهلة وجميلة. نحط بقى طماطم ونقلبها حلو، ونجيب حبة زيت زيتون وحبة شطة. وقلب قلب قلب واعملي احلى سندوتشات. ونعمل حبة بالزعتر كمان عشان اللي عايز ده يبقى موجود واللي عايز ده يبقى موجود. طيب في فطار احلى من ده ولا اخف من ده؟ نحضر كوباية الشاي وسندوتش الجبنة الجميل ده وبس كده. اللهم بارك. شكل السندوتش بيقول كلوني. وما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين.